وقفوا هنا حرقوا ظني كلنا احترقنا شلع كلنا احترقنا ما بقى ولا شيء. ضربوا بالولد شالوا ولد ابو احمر منك شمره من فوق مصطفى شمره اللي جوا ولد مصطفى ذاك الدماته بالقاع شعره اصفر نتفوت نتف ذاك الشعر بالقاع بعدين هاي النزله هنا كنا كلبتين حطونا هنا احنا ما قعدت انا انام يجي يضربني ورا ومواجهات ويا ما نتواجه ويا ما هم يتواجهون يضربون جوا يقول راح انتم جوكري احنا انتم دازيك المحافظات لازم جماعتنا هنا عندنا ولد اسمه يقول له انت من الكويت تعال اخذوهم كلهم اخذوهم كلهم اخذوهم قوة دوا عليك حلة صعدنا احنا هنا هذا السطح اقول لك وين كتلوهم بال 150 واحد هنا كلها اخذوها كلها شلع كلها اخذوها اللي يريدوا عفوا على صفحه وين بين احنا انا عفونا منه في يريدوا كل هذه الصبح زين منو ترى خرسان خرساني اي هو واقف ما ادري يكون هو صح خرساني كل ينسحب خرساني كل ينسحب جماعه الشيخ جيش وياهم لا الجيش لا ما كان جيش اجى الجيش فرقه داعش وفرقه داعش جوايا انا شافوني الامر مالتهم يعرفني طلق حي فتح ايدي شال فتح عيوني قلت له الولد افتحهم فتح الولد جابوا لنا مي واكلونا وجقايا صارت طلقتين هنا الجيش هسه قبل شوي صارت طلقتين الجيش كله سحب انا ضرب مبلغ مزقاي ذنبي بس 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 وثق خاف يقولون اللي حكي بس طلع هاي نش بس هاي الضربه هيك وخر وخر هي بس هاي وخر يا ولد هيك بس هاي الضربه شوف هذا الدم هذا الاقمص شلون ضاربينه وخر ايدك وخر ايدك هاي شوفوا هذا الدم هاي على وجه على وجه على هاي وخر ايدك هاي خليت لحظه الدم شوفوا هذا الدم اللي ولد اللي حكي هياك هذا الولد اللي حكي هذا وياهم كان وحكى يعني اللي هو شافه وهو موجود متواجد بيه يعني لا حد نقل الصوره ولا واحد من هاي العالم هو متواجد هنا.